احنا درنا اللحية باش نلتزموا ونجروا الناس للطريق الصحيح. ابو مصعب، ابو غطاط، ابو تريكة، انا قديت البلان في دماغي، امبريميه لينا وكبر الخط والعواج الله يرد بيه. بسبب الدين الإسلامي طاليس يواجه موجة من الانتقادات. أبو تريكة، هادشي اللي في راسي هو اللي فيه خير ليا ولهاد الأمة. أنا قديت البلان في دماغي، امبريميه لينا وكبر الخط. هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنان الكوميدي عبد العالي المهر المعروف بطاليس بسبب فيلمه السينمائي الأول الإخوان، المرتقى بعرضه ابتداء من 11 مايو بقاعات السينما. وتداول رواد السوشيال ميديا البرومو الترويجي للفيلم معربين عن غضبهم الشديد، معتبرين أن هذا الفيلم يسيء للدين الإسلامي حسب تعبيرهم. وسبق أن نشر طاليس الفيديو الترويجي على الإنستغرام وكتب: الفيلم اللي كتبته عاودته في مدة 8 سنوات حتى وصلت للنسخة 14 وما كرهتش نعاود نكتبه. شكر كبير للناس اللي عاونوني في الكتابة. وتابع: هاد الحلم اللي تحقق ويخرج الوجود نهار الأربعاء 11 ماي بجميع القاعات السينمائية. الحاضر يعلم الغايب ويطاقيه حسن، وكنتمنى أننا نكون عند حسن ظن الجمهور المغربي. استاذ، حيث الحق يعلو ولا يعلى عليه. أنا نزيح سري. من يدخل جماعتنا لا يخرج منها إلا بالموت أو الموت. سرت الدنيا ربح الآخرة. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.